صباح الخير، صباح الفل على احلى مشاهدين برنامج نص الدنيا، ومعاكم نانسي الشيمي. والنهارده انا عايزه اتكلم معاكم في موضوع بجد شاغلني قوي. ليه الناس علاقتهم يا ابيض يا اسود، انت يا حبيبي وصاحبي يا اما عدوي ومعرفكش؟ ليه ما ينفعش ان احنا لما يبقى في خلاف ما بين اي اتنين، سواء في الشغل، جيران، اصحاب، في اي مكان، لو حصل الخلاف ده وفي اختلاف في وجهات النظر ما بيننا، ليه ما ينفعش ان احنا خلاص نهدى ونسكت؟ ليه خلاص بعدها لازم نبقى اعداء؟ عادي، ممكن ان احنا نكمل في طريقنا ونسكت ونفضل مكملين، يمكن بعدين نتقابل، يمكن يوم ما نتقابل بعدها يبقى النفوس هديت والرؤية واضحة، يمكن اكتشف ان انا اللي غلطان، او يمكن حتى اللي غلطان يبقى عنده استعداد يعتذر، او حتى لو حتى ما فيش اي مجال الاعتذار وما فيش اي مجال ان احنا نرجع اصحاب تاني زي الاول. ايه المشكلة؟ بس مش لازم نبقى اعداء. ليه العلاقات بنخليها صعبة قوي ما بين الناس؟ ولا تجعلوا سنوات الخصومة تهدم سنوات المحبة بينكم. انا بجد مش حابة ان الناس تبقى بتخسر بعض بسهولة جدا كده. عايزة ان احنا نحاول نحب بعض. الحياة اقصر من كده يا جماعة. ياريت بجد نحاول ان احنا نخلي العلاقات ما بيننا احسن واسهل. لو اختلفنا عادي، نفضل مكملين، ما نقولش ده عدوي، ده لازم انتقم، ده لازم ابعد، ده لازم اعمل فيه واسوي، ده لازم اخد حقي منه. لا، ربنا موجود، لو ليا حق هيجي، ولو ماليش حق مين عارف، يمكن بعدين نتصافى ونتصالح. ليه نعمل حاجات نندم عليها؟ بجد حاولوا تفكروا بالطريقة دي، اكيد ان شاء الله الحياة هتكون اسهل. والنهاردة علشان تساعدنا في القصة دي هيكون معانا أستاذة آلاء السيسي، خبيرة علاقات. أهلا بيكي يا أستاذة آلاء. أهلا بيكي أستاذة نانسي. أهلا بيكي، نورانا. ميرسي. أنا عايزة أتكلم معاكي في قصة. أنت أولا خريجة إيه؟ أولا أنا ليسانس أدب إنجلش. من وأنا صغيرة كان ليا مواهب متعددة، منها طبعا حبي للإذاعة، الشعر، حبي للغات، لحد ما كبرت وابتديت أدخل طريقي في الميديا بكذا، بأكتر من كورس. غير كده مهتمة مغرمة جدا بدراسة العلاقات الإنسانية بشتى أنواعها، سواء أسرية أو عاطفية. كملت برضو. دايما بيحصل صراع ما بين القلب والعقل، مين دايما اللي بينتصر؟ والله هي مش المفروض تكون معركة، ولا المفروض انه في حد ينتصر، المفروض انه العلاقة السوية. واعتقد انه حضرتك بتتكلمي عن العلاقات العاطفية، طالما قلب وعقل، او بصفة عامة العلاقات السوية بيكون العقل متفق مع القلب. مش ينفع ان واحد بينتصر على التاني. يعني مثلا لو نيجي نتكلم بالنسبة للعلاقات العاطفية، في بنات بتمشي بمبدأ اللي هو ايه، تستفتي قلبها، خلاص انا حاسة تجاهك مشاعر حلوة، فواي نوت، يلا نتجوز وكده. وفي بنات بتحسبها بعقلها، ولكن المعادلة الصحيحة السليمة هي قلب بلس عقل ايكوال حب ايكوال استقرار ايكوال حياة أسرية سليمة، او حياة صداقة، او اي حاجة. مش ينفع حاجة تنتصر على التانية، لابد ان الاثنين يتفقوا مع بعض. ومش نبدا بتحكيم المشاعر ولا القلب، لا، نبدا نفكر بعقلنا ثم نستفتي قلبنا انه لازم يكون راضي ومرتاح. ساعات بيبقى كلام العقل صعب ان احنا نسمعه، يعني البنات الصغيره في مقتبل العمر بيبقى ما فيش خبره، بتبقى عايزه تحب وتتحب، الكلام الحلو بيأثر فيها، فممكن ده يأثر على القرار اللي هي هتاخده. بيكون يعني لما حد بيجي يقول لك انا عندي المشكله زي دي مثلا، او انا بحبه، وانت شايفه المقاومات 1 بلس 1 ايكوال ما ينفعش، بتعملي ايه؟ اوكي، هو مبدئيا خلينا يعني نشيل من دماغنا بقى افكار ومراحل طيش الشباب وسن المراهقه. احنا لو جينا نتكلم المشكله دي بتبدا منين؟ بتبدا ان كل البنات في سن المراهقه ومن سن بدري، من قبل ما نخلص دراستنا، احنا عايزين نحب، عايزين نرتبط، واحنا لسه مش عندنا وعي. الحب والعلاقات دي مش انا وانت وبنرتبط والسلام، لا، ده بيت واسره وجواز واستقرار. بنحب نسبه الاحداث، الشباب دايما بيحبوا يسبقوا الاحداث. ليه يا جماعه مش بننتظر لحد ما ننضج؟ مش هقدر احكم النضوج بسن معين، ولكن النضوج هو
مرحلة عقلية بيقدر فيها العقل أن يتخذ القرار. فعلى الأقل استكملوا دراستكم، انتظروا لما تخلصوا تعليمكم وتشتغلوا. أنت كبنت بعد دراستك، يعني المراهقة ودراستك في الجامعة دي حقبة من حياتك، وبعد ما بتتخرجي وبتحتكي بالناس أنت بتبدأي حياة تانية خالص، وجهة نظرك بتتغير، نظرتك للأمور وللأشخاص اللي حواليكي، لدرجة لو أنت كنت ارتبطتي في سن المراهقة هتضحكي على نفسك، يا هو أنا اخترت الشخص الفلاني. فهي بداية الاختيار الخطأ بتيجي منين؟ من السن الغلط، إن احنا عايزين على طول هب عندنا مشاكل في البيت مع بابا وماما مش قادرين نتواصل، فأنا هجري أحب حد تاني، مش واخدين بالنا إن احنا بنأذي ناس تانيين، مش بس بنأذي نفسنا، وعواقب سوء اختيارنا أهلنا بيتحملوها معانا. خلينا نتكلم لو عايزين معايير سليمة يا أستاذة نانسي، أنا إزاي أختار شريك حياتي؟ طبعا بعد ما أكون نضجت بشكل كافي، أو على الأقل خلصت دراستي واحتكيت بالعمل. حاجتين أساسيين ليكي كبنت لا يمكن التغاضي عنهم في اختيار شريك حياتك، رقم واحد التدين، رقم اتنين الاحتواء. ولو هنتكلم عن كل واحدة، التدين مش هنا، الدين مش صلاة وصوم، الدين المعاملة، بيعاملك ازاي ربنا فيك بالظبط، بيعاملك ازاي، بيعامل اهله ومامته ازاي، بيعامل الناس اللي اضعف منه ازاي. كمان يا استاذه نانسي الاحتواء بيحصل لبس كبير جدا عند البنات والشباب والناس الكبيره في مفهوم الاحتواء. على فكره احتواءه ليكي مش بيبان وانت في ايامك العاديه ولا وانت بتضحكي، الحياه ابس اند داونز، احنا بشر، احنا مش ملايكه، احنا ابس اند داونز مع الحياه. احتواءه ليكي بيبان وانت في ازمتك، في الداون، في عز فشلك من تجربه وظيفيه او اي حاجه في حياتك، بيبان احتواءه ليكي وقت الشده مش في حالاتك الطبيعيه. طيب في علامات تبين ان هو ده البيرفكت ماتش، هو ده مستر رايت؟ زي ما قلت طبعا لازم يكون في صفتين غير دول. التدين او غير انه يراعي ربنا، لا انا بتكلم علامات في الشخصيه، علامات يعني امتى اقول ان الشخص ده لا هو يعني في صفات اللي هو انا مش عايزاه، ما ينفعش يكون كذاب، ما ينفعش يكون خاين، ما ينفعش يكون ملاوع، ما ينفعش يكون انتهازي. بالضبط. يعني ايه الصفات اللي العقل المفروض اوكي اصل التدين ده حاجه كبيره، بس هنا مقصود بيه خاصه المعامله اوكي، بس برضو احنا بنتكلم بقى، لا انا عايزه اتكلم جنرال شويه، حد جاي عريس وهو لسه عريس، انا لا هعرف ده هيحتويني ولا لا، ولا هعرف مدى تدينه وهيراعي ربنا فيا ولا لا، دي حاجه في علم الغيب. انا بقى جاي لي عريس في البيت اهو، وانا لسه عروسه وعندي 21 سنه وما عنديش الخبره الكافيه ان انا اقدر احدد شخصيه الراجل ده، ايه الصفات اللي على اساسها اقول او لا؟ طيب مبدئيا احنا لو اتكلمنا عن صفتين اساسيين، ولكن انت دلوقتي بتكلميني حضرتك في بدايه العلاقه، في بدايه العلاقه احنا بنتكلم اللي في الاول، لان احنا يعني اللي هو احنا لسه بنقول ده مستر رايت، هو ده اللي هينفع يبقى الشريك. احنا لسه بقى لسه بنت صغيره، شاب صغير في مقتبل العمر، هي ما عندهاش خبره، هو بيتقدم لها جاي البيت من بابه او بيتعرف عليها عن طريق اصدقاء قرايب ايا كان، هي لسه ما تعرفوش، فمش هنقدر ندخل في قصه التدين والاحتواء والقصه دي، مش هنبقى عارفينها. انا عايزه صفات، لما الصفه دي تبان معلش لف وارجع تاني، اهربي يا بنتي. الصفات تبان، اهربي يا بنتي. طيب اول حاجه احنا نبعد عن الشخصيه النرجسيه. الشخصيه النرجسيه ده هو بطبيعته بيكون راجل اناني، بيحب التملك، عنده حب التملك، عايز اللي قدامه على طول يعظمه ويفخم فيه، وعايزك تسمعي كلامه بلا جدال. الشخصيه العدائيه طبعا ما ينفعش برضو، الشخصيه العدائيه دي سماتها هتبقى واضحه معاكي جدا في بدايه العلاقه او في الخطوبه، هتلاقيه يعني بيسايس اموره معاكي جدا، حاضر ونعم ولطيف، ومفيش اكشنز بياخدها عنيفه، وبيصالحك على طول وكل حاجه حاضر ونعم ومبتسم لك. اعرفي ان الشخص ده شخصيه عدائيه، وانس يوصل للتارجت بتاعه ويتجوزك والباب يتقفل كل حاجه هتتقلب، لبسك اللي اللبس تخيلي حضرتك لبسها اللي ما كانش معترض عليه، لا هيقول لها ما تلبسيهوش، حياتها وشغلها لا هيقول لها سيبي شغلك، فجأة هيتغير للنقيض. بصفة عامة الأنانية، أي راجل أناني بصفة عامة مش عايز يشوف مراته، أو مش عايز يشوفك، مش عايز يدفعك للأمام، ولا عايزك تشتغلي، ولا عايزك تنجحي، عايز سقفك أقل منه. ابعدي عن الراجل الأناني، لو أنت طموحة بلاش ترتبطي بإنسان يقتل طموحك.
طيب في واحد طيب جدا وكل حاجه ومحترم ولكن مش عنده طموح، وانتي انسانه طموحك عالي، برضه هنصحك تبعدي عنه، لان مع الوقت طموحك هيركض وهياخدك لطريقه وهتصبحي وهتبقي انسانه بلا طموح. طيب في شويه حاجات ممكن نعرفها، بما انك بتقولي لي احنا لسه في العلاقه ايه بي ومش نعرف بعض وبنتعرف، بيبان اكتر من الحوار، وطبعا المواقف هي اللي بتحكم. شوفي كده، هل بينقد فيكي ايه مثلا؟ بينقد لبسك؟ اساليه كده، هو انا ايه اكتر حاجه فيها عايزه تتغير؟ مش علشان تشوفي انت عايزه تغيري في نفسك ايه، بالعكس، اللي بيحب حد بيحب الباكج على بعضها، عيوب بمميزات. احنا بشر، احنا مش ملايكه، احنا كلنا عيوب، فاللي بيحبك بيشوف العيوب اللي فيكي دي مميزات. تشوفي انطباعه عن لبسك، اصحابك، علاقاتك، هيسيبك عندك حريه اجتماعيه. طب معلش انا عندي سؤال، احنا دايما بنقول عيوب الراجل، طب ايه بقى عيوب البنت؟ لما يجي عريس يتقدم لبنت، ما هو برضو زي ما في راجل عنده عيوب، البنات برضو في عيوب في البنت، ولما بيبقوا داخلين علاقة ولسه الموضوع عقل قبل ما نتكلم، لما بيدخل القلب اوكي ما بيبقاش في اختيارات، هو ما بيديش مجال، بلاش ندي مجال ان القلب، لكن احنا دلوقتي بنتكلم ان العقل هو اللي هيختار. طيب يعني عروسة بقى قدام عريس، فايه المميزات او الصفات اللي لازم تتوفر في العروسه دي علشان العريس ده يقول عليها اوكي؟ ولو وفي عيوب، لا يا برضو يا ابني اتقي الله، دي هتبقى ام ولادك، ما ينفعش، لف وارجع تاني. اوكي، خلينا متفقين ان احنا مش عايزين نختار بحاجه واحده، احنا قلنا هنبدا بالعقل. انا بس عايزه اللي هو ايه، العيوب مش حكر على الراجل، مش دايما الراجل هو اللي بيبوظ العلاقه، ومش دايما يعني ساعات ممكن الست يبقى فيها عيوب برضو ما بتتصلحش. خلينا نعرف، في ستات مدمرين يعني، دمروا رجال كانوا افاضل، ودي حاجات احنا بنشوفها في حياتنا احنا، لا يمكن يعني، انا مش عشان بنت هكون مع المراه او لا لا بالعكس. احنا دلوقتي بالنسبه للبنات والستات، فهو برضو بيشوف فيها صفتين مهمين زي التدين في المعامله، الدين المعامله، وقادره تحتويه ازاي. غير كده برضو يعني يشوف مثلا طريقه كلامها، برضو تقديرها لاهلها والحاجات دي مهمه جدا. يشوف مخها بيتطلع لايه، يعني مثلا هو اسباب فشل وفساد العلاقات ايه، بنختار ناس مش شبهنا. شوف هل هي طباعها زي طباعك، احنا مش بنتكلم اصل في ستات فيها، احنا كلنا فينا عيوب، كلنا فينا عيوب وكلنا فيه مميزات، فياريت نختار الشخص اللي هي تبقى ماشيه معاك على نفس التراك. لكن طبعا خلقيا لو لاحظت في سماتها الانانيه، او ان هي بتعامل اهلها او والدتها بشكل مش طبيعي او بشكل وحش او في قله ادب، فتاكد انه هي مش هيكون لها خير فيك خالص. لو كل كلامها دايما عن الماده بشكل هجومي وكده، ومش بتعمل حساب للمشاعر، الواحد في المعقول يعني. انا طبعا برجح انه لما نيجي نتقدم لبنات الناس لازم تكون امكانياتنا الماديه تسمح، مش بقول لك اصرفي 20-30 ألف جنيه في الشهر، ولكن في شباب باسم الحب يدخل يتقدم، ومعلش بقى يا أنكل أصل أنت هتصرف علينا أو هتدي لنا المصروف، لا، التوازن في كل حاجة مطلوب، وأهم شيء التفاهم. فأنا بقول لك ابعد عن الست الأنانية، ابعد عن الست الشكاكة بشكل عام. وعايزة أقول حاجة، هو الرجالة مش بتفهم حاجة، البنات والستات بطبيعتهم عندهم قلق، هي بتحتاج انك تطمنها. طمنوا يا جماعه، يا جماعه طمنوا الانثى اللي في حياتكم ارجوكم. البنات والستات دايما بيبقى عندهم قلق، بيطمنوا بكلمه. طبعا دي مش حاجه حلوه، لان في بقى بنات وستات بيعشقوا بومبول علاقه اللي هو الكلام، لدرجه بيضحك عليهم بكلمه، ولكن نراعي ان هي برضو ست وانت راجل، وخليك انت الكبير، اطمنها بكلمه، لان ممكن بيبقى فعلا ممكن موضوع بالنسبه للراجل صغير جدا يعني لا يذكر، وبالنسبه لنا احنا كبنات او كستات يعني خلينا متفقين ان الاهتمام بيطلب عادي. خلينا جمله الاهتمام ما بيطلبش دي مش لا. مش في مجتمعنا ده، احنا هنطلبه بس بطريقه شيك، بمعنى يعني تعالوا نلغي مفهوم الخطوبه التقليديه اللي هي كل واحد بيظهر الطبطبه والدباديب واجمل ما عنده. احنا قلنا احنا بشر مش ملايكه، خلينا نكون بطبيعتنا عشان نقدر نعرف يا ترى احنا هنقدر نكمل، عشان ما يبقاش في صدمه بعد كده، يا ترى احنا هنقدر نكمل ولا لا. فاحنا كنا بنتناقش في النقطه بتاعت الكلام. تمام. طيب دلوقتي السوشيال ميديا، احنا دلوقتي في 2021، السوشيال ميديا ليها تاثير في كل حاجه في الحياه. يعني هل ممكن السوشيال ميديا تخلي علاقه ما بين اي اتنين تبوظ او تستمر؟ طبعا هي السوشيال ميديا، هل ممكن يبقى ليها تاثير على العلاقات ما بين اتنين مخطوبين، اتنين متجوزين او كده؟
هي السوشيال ميديا طبعا ليها عامل كبير في طلاق ناس كتير. يعني هي اصلا السوشيال ميديا شتتت حياتنا، بمعنى ان كل واحد قاعد ماسك الموبايل بتاعه وعايش في حاله. دي اساسا ممكن تعمل مشكله لاتنين متجوزين او لاسر مع بعض، ان احنا برضو بنسال وبنشير كل احداث حياتنا، وبنسال يعني ناس هم اهل للعلم ان احنا نسالهم، وناس مش واخدين بالنا ان ممكن تكون في واحده صاحبتي مثلا، او مش صاحبتي، في واحده مثلا بتكره لي الخير او باصه لحياتي، فممكن تنصحني نصيحه مش هي. فيا بنتي يا جماعه، لما نسال ونشير عشان ناخد اراء ناس في حاجه، ناخد اراء ناس لهم خبره في الحياه او ليهم علم او دراسات في الموضوع. والسوشيال ميديا هي قربت علاقات، انا بشوف ممكن تقرب علاقات اتنين اوريدي عارفين بعض من الاول، فبيتكلموا وبيتصوروا وبيعملوا شير وحاجات من دي على السوشيال ميديا، فبيقربوا من بعض كنوع من انواع التواصل. ولكن انا ضد اللي بيتعرف، اللي بينشئ علاقه على السوشيال ميديا ان هو الا انسان او انسانه عندهم فراغ عاطفي. ارجوكم ما تخلوش الفراغ العاطفي يخليكم تكلموا ناس على الشات وعلى الفيسبوك انتوا مش تعرفوهم، انتوا كده بتعملوا مشاكل لنفسكم ولغيركم. بس على فكره ساعات في علاقات بتبدا على السوشيال ميديا ودلوقتي معاهم ولاد والحياه بتستمر. انا فعلا يعني هي مش مقياس، انا شفت ده، هو مش مقياس، ولكن قليل قوي ان احنا نشوف ان الحظ طلع فعلا اللي بيكلمك انسان صادق وكده. لكن احنا عايشين طبعا في دنيا وظروف حياه صعبه، يعني الخداع والمكر بيجيلك من اقرب حد منك. هو طبعا يعني انا مع حضرتك في النقطه دي، بس هو احنا انا شايفه ان احنا لو اخذنا حرصنا ولو اتعاملنا بمبادئنا، وكل حد بقى بمبادئه مش داخل علشان هو يعني في علاقات بتبقى بادية صداقة أو مع معارف وداخلة باحترام، بعد كده بيجي لها التطور الطبيعي. لكن في علاقات أنا داخل علشان أتعرف على حد عشان أحبه، ماشي أوكي أنا معاكي في القصة دي، بس في اللي أنا أقصده مش عايزة أعمم، علشان فعلا في علاقات وما شاء الله بتنجح وربنا يتمم لهم على خير دايما، بتبقى بادية على السوشيال ميديا، هم اتعرفوا على بعض عن طريق اي منصة اي جروب اي حاجة، وبعد كده الدنيا بتستمر. لا هي برضو بتفرق، يعني انا بقول ان ده مثلا قليل بيحصل، ممكن تبقى ناس كويسة وناس جادة جدا وبرضو داخلين على منصة، فاكيد ممكن كلهم ناس اصحاب حلم او اصحاب هدف، فممكن يطلع ساعات منهم ناس بيبقى في حاجات مشتركة. بس هنكمل كلامنا، بس احنا معانا دلوقتي مداخلة تليفونية. الو معانا استاذة هاجر. الو ايوه سامعيني؟ ماشي يا حضرتك. ايوه استاذة الاء معاكي دلوقتي. انا كنت عايز اشارك معاكي في موضوع كده. اتفضلي. انا مخطوبة وفي واحد كنت بحبه وقعدنا مع بعض سنة. ممكن بس توطي التلفزيون او تقفليه؟ مش عارفة الدنيا. استاذة هاجر سامعاني؟ ممكن توطي التلفزيون او تقفليه وتسمعينا من التليفون؟ تمام كده؟ تمام. انا مخطوبه وفي يعني شويه مشاكل وكده مع اهلي واهله. تمام. هو بصراحه كويس معايا وبيحبني، بس انا مش عارفه اكمل ولا لا. استاذه الاء بقى ترد عليكي. انا وهو قال ان انا بحبك وعايزك ومشاريكي، بس اهله لما هو شايفينه مش ماشي كويس رافضين العلاقه. من فضلك بعد ما جم تقدموا لي عايزين يلغوها. هاجر انت مش عارفه اعمل ايه كمان مع اهلي. هاجر انت بتقولي اهله رفضوكي ليه؟ لا ما رفضنيش، هو شايفين ان هو بيشرب وكده، فهم عشان كده حاسين ان انا ممكن اتبهدل معاه. وهو انت شايفه انه صح انك ترتبطي وتحبي انسان بيشرب؟ انت مش عارفه ان الانسان وقال لي انا عايزه اتغير وعايزك تكوني معايا وانت اللي هتساعديني عشان تغيريني وكده. طيب اولا يا هاجر، الانسان اللي بيتعاطى المواد المخدره او بيكون تحت تاثير الحشيش والمخدرات والحاجات دي، يعني بلاش تصدقي منه كلمه بحبك، لان هو اساسا انسان مش بيكون واعي. حتى لو هو ناوي ياخد خطوه للعلاج، فاذا كان اهله نفسهم شايفين انك هتتبهدلي معاه، فاكيد هم عارفين ان هو خطوته للعلاج دي مش جاده، والا كانوا هيقفوا جنبه ويدعموه، وكمان مش يقولوا كمان قدام اهلك ان هو مدمن وكده او بيتعاطى المواد دي. وانت كمان قلتي ان عندك 20 سنه، انت لسه صغيره. ولو تلاحظي يا استاذه نانسي، هي ركزت على كلمه قال لي بحبك، هو قال لي ان هو بحبك. طيب الحب افعال مش اقوال. لما يبدا فعلا ياخد اكشنز، يعني هو لو بيحبك هيبعد عنك تماما ومش هيجيلك غير بعد العلاج، وساعتها مش هيرجع لك، لان هو قالك كده وهو تحت تاثير مواد مخدره وحاجات سيئه كتير، وقد يكون هربان من فشله الاسري، واكيد اهله ضد موقفه ده، فهو بيهرب منهم بان هو يرتبط او يشغل نفسه، وده طبعا غلط.
نرجع تاني نكمل كلامنا عن السوشيال ميديا. هو فعلا يعني انا شايفه ان يعني هي لسه صغيره قوي، الحياه لسه قدامها، طبعا ف يعني ربنا معاها، بس لازم تحكم عقلها فعلا. ونقطة الاهل، انا شايفه دايما الاهل ساعات بيبقى عندهم بصيره. لا ده مش ساعات، ده على طول، ودي اه برضو يعني لا برضو ساعات بيبقى في وجهة نظر يعني بس احنا بنتكلم في نقطة البصيرة، ان ساعات الاهل فعلا بيبقوا شايفين حاجات احنا واحنا صغيرين وما عندناش خبرة ما بنبقاش شايفينها. بالظبط. ممكن بعدين لما بنكبر ونبقى اهالي بنشوف نفس ان ايه ده، فعلا اهالينا كان عندهم حق في النقطة دي، ايا كانت سواء علاقة شغل دراسة، بس يعني انا بتكلم ان يا ريت نسمع كلام اهالينا. دي رسالة فعلا أنا عايزة اه أوجهها لكل البنات ولكل الشباب. يا جماعة بابا وماما هم لما بيقفوا ضدنا في علاقات هم عشان يجنبونا أي شيء صعب شافوه في حياتهم. الأب والأم بيكون ليهم نظرة بعيدة زي حضرتك ما قلتي، مستقبلية، حاجات إحنا مش فاهمينها لأن عشان عندهم هم واجهوا في خبرة خبرات كتير. في بالظبط. الحياة، اه فنقعد خبرات الحياة. ونتناقش. قد تكون بالظبط. أسلوبهم غلط أو أسلوبهم هجومي، ولكن أنا بقول نقعد ونتناقش وهنلاقي إن الأب والأم عندهم حق. وبقول نعقل شوية وبلاش نسبة الأحداث، نخلص دراستنا، نشتغل، نحتك بالناس ونظرتنا للأمور هتتغير ونظرتنا للأشخاص. نصبر انا عندي نصبر. برضو رأي كده، يعني طبعا انا مش خبيرة علاقات ولا حاجة، بس يعني انا رأيي ان هي اوكي، انت لو انت شايف ان انت هتتغير اتغير، تسمع كلام اهلها، تسمع وتخليها على رضاهم وما تبوظش علاقتها باهلها. لو هو اتغير ورجع هي منتظرة، لو هو ما اتغيرش خلاص يبقى هي حياتها مستمرة ومكملة، ما توقفش عند النقطة دي. كمان انا عايزه اقول لها انت 20 سنه يعني صغيره قوي. صغيره، مفيش نضوج عقلي، واعتقد مفيش نضوج علمي كمان، انك ممكن تكون لسه مش كملتي تعليمك ده اكيد. فاحنا مشكله البنات في السن ده ان هم بيجوا من كلمه، هم عايزين على فكره يعني كان الودن بتبقى جعانه، كلام حلو. وفي حد مش بيحب الكلام؟ الانسان بفطرته النفس بتميل للكلام الحلو لحد بيحسن اليها، ولكن نهدى كده شويه وبلاش نسبق الاحداث. كلنا هناخد الخطوه دي يعني اكيد، وفي منا خدها. في نهايه فقرتنا انا عايزه تدي نصيحه للبنات وللرجاله، ازاي نحسن علاقتنا او ازاي نحافظ على العلاقه بحيث ان هي تكمل وما نوصلش ابدا للفراق. اوكي طيب، انا نصيحتي لكل راجل ولكل شاب بيتفرج علينا، احترم وحافظ على كيان الانثى اللي معاك. نصيحتي للراجل وللست وللبنت، يا جماعه اختاروا ناس شبهكم، اختاروا ناس شبهكم. والرجاله بنصحها تبطل معادلات بقى بحبك ولكن مش بحب شكلك، مش بحب دماغك، مش بحب لبسك. ممكن الانسان ينقد حاجه مش عاجباه، ولكن معادله بحبك ولكن اتغيري من ايه تو زي ده مش حب. اختاروا ناس شبهكم، اختاروا ناس في لغه حوار، خليكم بطبيعتكم في فتره الخطوبه، مش كلها طبطبه ودباديب، هاتوا دباديب وطبطبوا مفيش مشكله، بس اظهروا نفسكم بشخصياتكم الحقيقيه علشان لو عند اي حد فيكم مشكله. وبعدين اقعدوا مع بعض قولي له لو انت عندك مشكله، انا عندي مشكله، انا بحتاج انك تطمني، انا عندي مشكله في كذا. انت قول لها انا عندي مشكله اني مثلا بقلق زياده، يعني في رجاله بيكون عندهم وسواس رهيب في القلق اللي هو هقعد اكلمك كل شويه، فبين لها انا مثلا مش بشك فيك. اقعدوا مع بعض قولوا انا عندي مشكله 1 2 3، انت هتقدر تتعامل معاها؟ طبعا هو هيقول لك هقدر، المواقف هي اللي تحكم، اوعي تصدقي الكلام. وخلونا عشان نحد من الخلافات اللي بتسبب لا قدر الله الانفصال بعد كده. يا بجد أستاذة علاء ميرسي جدا، ويبقى نصيحتنا يا جماعة خلونا على طبيعتنا، يبقى في دايما ما بيننا صراحة ووضوح. ميرسي جدا ليكي ونورتينا. ومشاهدينا الأعزاء حلقتنا خلصت، انتظرونا الاثنين الجاي إن شاء الله مع نص الدنيا.